بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم اخوكم موكا مصر من معرض غصن الزيتون لتجاره السيارات. النهارده بنشرف ان احنا بنسلم عربيه سوكي فان اس زد اكس، عربيه موديل 23 وعربيه كامله كل شيء بفضل الله اللي اكتسحت السوق. بنسلمها لاخواتنا وحبايبنا اللي شرفونا اللي نحب نتعرف عليهم. نتعرف عليك يا استاذ. معاك علي ناجي المحامي. حبيبي يا استاذ علي، اول حاجه شرفنا في معرض غصن الزيتون. ربنا يعزك، ربنا يبارك فيك. الله يبارك لك يا عم. انا بصراحه بتشرف ان انا اتعاملت مع معرض غصن الزيتون. الله يبارك لك يا مستر. بصراحه يعني معامله في منتهى الجمال وفي منتهى الشياكه. الله يبارك لك. انا ديله اسبوع بلف على جميع المعارض، ما شفتش سهوله ويسر وشياكه في التعامل زي معرض غصن الزيتون. الله يبارك لك يا استاذ. دي حقيقه وشهاده الواحد بيعتز بيها ان انا بتعامل معاك. لا مفيش، لا والله كل حاجه في منتهى السلاسه والسهوله واليسر. دفعت فلوسك باستلامه عربيتك في نفس الحال في الوقت. الحمد لله، الحمد لله. انا بشكركم على حسن تعاونكم وعلى ذوقكم وادبكم واخلاقكم. الله يبارك لك. ومعامله مفيش بعد كده تاني. الحمد لله. بقى مستشار يهمنا في العربيه الاس زد اكس الجديده دي. حاجه جميله، بسم الله ما شاء الله، وربنا ييسر عليكم ان شاء الله. جعلك ويوسع عليكم ويبارك لكم يا رب. ربنا يبارك لك يا رب. ربنا يبارك فيك يا حبيبي ويكفيك شرها. ربنا يخليك، ربنا يبارك فيك. متشكرين جدا على ذوقك. الله يبارك لك. شكرا، شكرا. الله يبارك لك. سعاده الباشا اخونا برده اللي معانا نتعرف عليه. حبيبي يا باشا، اخوكم مصطفى يا باشا. حبيبي يا استاذ سامي. باشا العبوره يا باشا، احسن ناس العبوره. شرفنا في معرض غصن الزيتون يا استاذ. حبيبي يا مدير، ايه رايك هنا في المعرض؟ المعامله الدنيا الصلاه على النبي. الاس زد اكس ده بقى ايه رايك؟ كل حاجه تمام، عربيه كامله كل حاجه بفضل الله. جنط كاميرا خلفيه بقى، شاشه عرض، كل حاجه تمام يا باشا. طب لون جديد ابانوزه لسه يا باشا، والناس اللي بتستلموه اصلا. احنا جايين يا باشا يعني على احنا ممكن وعلى... حتى نوري للناس. بص باشا، اول ناس في مصر تستلم الطابلون الابانوز. حاجه كده اس زد اكس الجديده. بص الصلاه على النبي يا باشا، ربنا ان شاء الله يديكم خيرها ويكفيكم شرها ان شاء الله. سعاده الباشا، وما يكونش اول ولا اخر تعامل ما بيننا ان شاء الله. احنا جايين على حس برضه. الله يبارك لك يا مدير. الناس بقى اللي هتتفرج علينا على النت بقى نقول لهم ايه؟ تعالى يا عم معانا يا عم. في لا يا عم، الناس اللي هتشوفك على النت بقى تقول لهم ايه عن معرض غصن الزيتون؟ والله معرض جميل يعني، وحاجه زي ما انت شايف كده، كل حاجه موجوده في فضل الله. كاش استسلام فوري والعوائل، كل حاجه يا باشا. هتأثر معاكم في اي حاجه يا باشا؟ انتوا ناس فوق الله يبارك لك يا مدير. ربنا ان شاء الله يديك خير ويوفقك شرها، وما يكونش اول اخر تعامل ما بيننا. ماشي يا باشا، الف مبروك يا معلم. الف مبروك يا باشا. السلام عليكم. الف مبروك يا سعاده الباشا. شكرا يا جماعه على ذوقكم. الله يبارك لك يا باشا.